مرحبا فايز، مساء الخير. كل سنة وانت سالم. أول شيء شو جديدك الفني؟ أول شيء أرحب فيكم في هذا اليوم الجميل، في هذا التجمع الرمضاني الرائع اللي جمعتوا فيه كل إخواننا الإعلاميين والفنانين. وجديدي إن شاء الله بكرة بيكون أوبريت هذه بلادكم، كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، بمقولته المشهورة اللي قال فيها هذه بلادكم. هذه بلادكم قصد فيها أن كل المقيمين على هذه الأرض، من عرب، من غرب، من مقيمين على دولة الإمارات العربية المتحدة، أن هذه بلادكم ونشيلكم بعيوننا وعلى رأسنا. فأخذنا هذه الكلمة لأن دائما كلمة الشيوخ تصير درس يدرس في 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 منهج الحياة. سوينا هذا الأوبريت من كلمات الشاعر علي الخوار والشاعر أنور المشيري ومن ألحاني، وإنتاج وزارة التربية والتعليم. راح يغني الأوبريت الفنان الكبير حسين الجسمي والفنانة بلقيس والفنان فؤاد عبد الواحد وفيصل الجاسم والفنان فهد الكبيسي، الفنان عادل محمود، الفنان اسماعيل مبارك، الفنان صلاح الزدقالي من عمان، كوكبة من الفنانين الخليجيين اللي بيشاركون في هذا الأوبريت الجميل، وبحضور أصحاب السمو الشيوخ إن شاء الله غدا في قاعة زعبيل في المركز التجاري. شو مناسبة الأوبريت؟ نهاية العام الدراسي وإنجازات وزارة التربية والتعليم لهذا العام. نتكلم عن المدرسة الإماراتية، نتكلم عن حب الوطن، ولاءنا للوطن، ولاء الشباب للخدمة الوطنية أو اشتراكهم في الخدمة الوطنية اللي صارت الحين إجباري، أنه أي واحد يخلص من الثانوية العامة يدخل الخدمة الوطنية، ولاءنا لقادتنا وشيوخنا الله يحفظهم، ونهاية العام الدراسي. بعيداً عن الأوبريت، شو في جديد فني كمان؟ تعاون وغناء. غناء إن شاء الله بتنزل لي أغنية مصورة فيديو كليب مع المخرج بسام الترك، تنزل في العيد، اسمها ما تغير شيء، صورتها في لندن وراح تنزل في العيد. وأيضاً تعاون مع فنانة تبنيتها أنا، فنانة مغربية اسمها رقية ماغا، هذا يمكن ثالث تعاون، لكن لأول مرة تصور بطريقة الفيديو كليب. انتهينا من تصويرها أيضا مع المخرج بسام الترك. في تعاونات مع الفنان حسين الجسمي والفنانة بلقيس، مؤخرا نزل في ألبومها الأخير. في تعاونات مع الفنان ماجد المهندس أيضا راح يكون في العيد. كثير من الأعمال ما تحضرني الحقيقة، لكن راح تكون مفاجآت في العيد بإذن الله. بتلاقي نفسك في التلحين ولا في الغناء؟ والله بالتلحين، لأنه التلحين أنا بالنسبة لي أخلق شيء من لا شيء، يعني أسوي لحن ما كان موجود، أترجم هذه الكلمات بإحساسي فتوصل، يعني أحس أن فيها إبداع أكثر من الغناء بالنسبة لي. الغناء جواز سفر لقلوب الناس أكثر، ولا عشان يعرفوك أكثر، ولا الألحان كافية أن توصل اسمك للجمهور؟ شوف، الناس عرفوني أول شيء كفنان، لكن دخلت مجال التلحين بعد مجال الغناء بعشر سنوات. يعني أنا بدايتي كانت في 92، بدأت التلحين سنة 2000، لكن ما شاء الله يعني من كثر ما لحنت لفنانين من الوطن العربي صار اسمي منتشر كملحن أكثر، وتعاونت مع كثير من الفنانين من الوطن العربي، أكثر من 100 فنان. فبهالطريقة توصل أعمالي بشكل أسرع. كيف بتقضي يومك في رمضان؟ أقضي بين البيت، بين الجيم، بين التواصل مع حبيبي، بين الزيارات، بين الأمسيات
اللي تصير في 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 المجالس الرمضانية الجميلة والاستديو أيضا. بتتابع مسلسلات؟ لازم، بس ما يندرى. شو ناوي هالسنة؟ والله هالسنة أنا لأن تربطني علاقة جدا حلوة مع الممثل محمود بوشهري، فصار له سنتين يروح لبنان كل أسبوع كل أسبوعين. قلت له محمود أنت شو تسوي؟ كان يقول أنا قاعد أصور مسلسل عن داعش وفي كوكبة كبيرة من الفنانين، من مش من الكويت، من الوطن العربي كله، يصوروا الوقائع اللي صارت كامل مع داعش. غربي بسود يمكن اسمه، أنا ما أعرف اسمه، بعث لي الإعلان، لكن متلهف أني أشوفه لأنه كان فعلا يتعب. يعني يقول لي فايز أنا أسبوعيا أروح لبنان أصور، وكنا نصور بالأماكن نفسها اللي كانوا موجودين فيها. بس تصوير غربي بسود كان كتير سري، ما كان أحد عارف فيه، والكل تفاجأ آخر شيء أنه في مسلسل عن داعش اسمه غربي بسود. فأنت من الناس اللي كانوا عارفين السر؟ أنا عارف السر، هو قال لي، بس طبعا أنا ما صرحت لأنه احتمال أنه ما ينزل، فقلت ما بصرح عنه إلا يوم شفت إعلانه في التلفزيون. بعث لي الإعلان وفعلا أنتظر هذا المسلسل بفارغ الصبر. يعني نسجل أنك راح تشوف غربي بسود. كل سنة وأنت سالم ورمضان كريم. علينا وعليكم، كل عام وأنتم بخير وأيامكم كلها سعيدة إن شاء الله.